إن شاء الله. أبوك جاء. أخذها مشي أحسن. إبراهيم انتبه للسيارات. انتبه لها زين. إبراهيم كان يقعد بالعادة مع الزملاء هنا. لا هو طلع. مش من هنا؟ مش من. روح من ورا المدرسة وأنا أجيك أقول. إيش تقول؟ إيش تقول؟ روح من ورا المدرسة وأنا أجي أقول لك. مطاق انت واحد ثاني مره متوزي؟ لا اجي. وش فيك؟ بعدين اقول لك. لا ماني متحرك من اللي انت تقول لي. ما ودي ان الزملاء يشوفون سيارتنا المدردعه. سيارتنا المدردعه؟ وش فيها؟ شفت السيارات الزينة رايحة وجاية وخلاص؟ يبقى المعطي الله. بعدين في نص هالسيارات اللي تشوف تراها زبرقة ونبوق، يعني بالتقسيط، فهمت؟ سيارتنا هالدردعة ونبوق تطلع لنا 800 ريال يوميا من المزرعة، نجيب خضرة على السوق. الفلوس هذه لمين اجمعها؟ لك انت واخوانك. الفصل اللي فات ما طلعت الاول على المدرسه انت؟ الا. طيب وش دخل السياره؟ فهمت انا ابوك؟ انا اسف يابا. يلا. دريته سعد بينقلونه قلعته كل يوم وهو يحش فيك. ولا رئيس القسم، رئيس القسم اخذ سياره الشركه وطلع كشته للبر، وانت يوم تطلبها معي. ابراهيم اللي ما يجي للمكتب في الليل ابدا احسبه له خارج دوام، وانت اللي تقوم شغله. حسن رفعه، لا خبره لا شهادات لا مؤهلات، وانت تدبت ورا الترفيع من سنتين. انت رتن حمد فصلوه. وش تقول؟ فصلوه. تدري ليش فصلوه؟ ليش؟ لانه نمام. ها؟ نمام؟ نمام. توبه توبه، والله ما عاد انام. سئمتك ريف الحياة ومن يعيش
سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبالك يسأمي. وش هالقصيدة الزينة يا جدي؟ هلا بوليدي، تراني ما سمعت إلا تهليه. أنا؟ إيه، هذا شعر ذا. وش أنا أقول؟ وش أنا؟ إيه، سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 65 حولا لا أبالك يسأمي. 65، بس أنا خابرها 80 حولا يا جدي. 80 90، أنا ما يهمني، أنا بهال 65 ما نمتعديها. اللي يبي يروح يروح. وبراسك يا جدي، وبراسك. أقول يا جدي، أنا ودي أخذ رأيك في موضوع. خير. أنت تدري يا جدي إني تزوجت مرتين وما توفقت. كل شيء وأنا جدك لسبب، لكن تقدر تقول لي وش الأسباب؟ مدري. العاقل خصيم نفسه وأنا جدك، وأنت تدري وتدري وتدري. تبي الصراحة يا جدي، أنا عصبي وطبعي شين ومزاجي وبكل شيء على كيفي. شوف أنا جدك، تعرف تسمع؟ الحمد لله. أجل وأنا جدك اسمع. بسم الله عليك. شوفونا جدك، أنتم يا هالتالين اللي تسمون أنفسكم مثقفين ومتعلمين ودارسين، ترى حنا يا الأولين أحسن منكم، أحسن منكم بشيئين، طولة البال وسعة الخاطر، خاصة مع الزوجات. فهمني يا جدي. هل واحد منكم إلى تزوج بنت الناس يبيها هي تكيف على هوا ويبيها تقلب حياتها راسا على عقب علشان توافق مزاجه وهواه ورغبته؟ لا يا وليدي، الموضوع لازم يصير فيه وقت وفيه تضحية ومن الطرفين. بس الرجال يا جدي هو هي لها حقوق ولها واجبات، مثل ما أنك أنت لك حقوق ولك واجبات. صدقت يا جدي. البنت تجيكم من بيت أهلها معزز مكرمة، تبونها تجي على كيفكم وبثلاث أيام، ما يصير يا ولدي هالشي. يا جدي، لو الله كتب وإني تزوجت الثالث مرة وش تنصحني؟ شوف أنا جدي، أول شيء أبيك تعرف إنه مثل مالك مثل ما عليك. ثانيا، إنك تأمر ولا تأمر. المثل وش يقول؟ يقول اقرب وجهك وارخي يديك. ثالثا، أبيك تحسس المرأة إنه ما تغير شيء بحياتها، هي زوجتك صح، لكنك تبي تصير لها محل للبو والأم والبيت الحنون،
رابعا وانا جدك، وهذا اللي يهمك انت بالذات ويخصك، العصبية. العصبية الزايدة وانا جدك، العصبية شينة بتعاملك مع ربعك وشلون عاد تعامل بها مع زوجتك. العصبية سيئة وانا جدك، سيئة. ما شاء الله عليك يا جدي، تقول كلام مليان حكم مع انك لا تقرا ولا تكتب. الكلام اللي قاعد تقوله يا جدي احسن من الكلام اللي في الكتب وفي المجلات وفي المقالات، وتقوله بكل حكمه وبكل طيبه. ايه شوف انا ابوك، الحياه مدرسه، فهمت؟ الحياه مدرسه. الا جدي، كم مره تزوجت في حياتك؟ سبع مرات. سبع مرات؟ طيب ليش ما معك ولا واحدة مننا الحين؟ ما اتفقت ولا مع واحدة من. ليش؟ لأني عصبي. 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 انت ليه بتكره بابا فرحان يا ودود؟ ودود جميل، يعني الجزيرة فيها أغراض. يحاول يسوي شيء يضر الجزيرة. راح يموتني بابا فرحان، راح يموتني. ايش؟ شفته ان بابا فرحان انسان ذكي. بابا فرحان يا حكيم الجزيرة قدر يتصل عليه بتاتا. نهاية اطلاقا. اهم شيء ان انا ما راح اموت من الجوع. مو كده يا اولاد؟ بابا فرحان يوميا الثالثة عصرا على قناة ذكريات. أجل توني أتدب. عذرك خواف، عذرك خواف، خواف خواف حيوان الشاع الميت. حاجات بني يتذب، التذب خيبة يا الربع. ها؟ وش تقصد يوم تقوله؟ التذب خيبة. زم زم القهوة. وصادق وصادق يا وضاح، التذب خيبة. هو صادق يا وضاح، التذب خيبة. أجل تبيني أولف قصص ما يصدقها عاقل. وش تقصد يا؟ وش تقصد؟ وش تقصد؟ أنا اللي أعلمكم وش يقصد. يقصد إن اللي توسد ذيب يتذب. واللي تلحف ضبعه يتذب. هو اللي تلحف بضبعه يتذب، واللي يتلطم بداب يتذب. يا جماعة يا جماعة، أنا ما قلت كذا يا جماعة. أجل قال اللي طرد 20 حنشل و20 ذيب يتذب. أحليلك، واللي ضرب 50 من الحنشل بعصاه يتذب. إيه، هو اللي ضرب 50 من الحنشل بعصاه يتذب. أجل اللي يمشي هو غافل يتذب. يا جماعة يا جماعة، أنا قلت كذا يا جماعة. واللي مشى بالبعير على البحر يكذب. ياو يما يا ويلكم، رحت وملح. وضاح. نعم يا وضاح. نعم. اللي على كتفي وش هو؟ هاي كتف. كتفي اليسر. اليسر اليسر وين هو؟ انا كم كتف لي؟ واحد يمين لمك والايسر منك. ايه ايه، خل
خلنا نشوف. شيء اسود. افا يدبي. ها خلنا نشوف. لا يتحرك. عقرب. حول الحروه. تكفى يوضح. وخره. ها وخره وخره. وتعشينا قعود. ها قعود قعود عشيكم قعود. قعود ولا عاد تكذب علينا. توبه يا اخوك توبه توبه يا وضح. امك هوينو. اصبر يا شو وشو. ها وشو؟ ما غير خنفس 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 بس. سنت من السنين يا الربع انا مالي في البر. انا غواص ولد غواص. هك السنه رحت البحر وغصت ولا هك الحوت اللي كبر السفينه. حوت انتبار ويباريني ويباريني وانا ردم بمالي منه. لكن والله لو منه طولها وانا عفطه عفط واحطه على كتفي واطلع للبر امشي على بعيري والحوت على كتفي. وش فيكم جالسين هنا؟ أنا أسأل وش فيكم جالسين هنا؟ مع السلامة. بسافر. أنا بسافر لأن عندي عمل. عندي عمل مهم ولازم أسافر والعمل هذا يبدأ بعد العيد. تروح ترجع إن شاء الله بالسلامة. عبدالعزيز أنت أكبر إخوانك لازم تنتبه لهم. أنا لما اليوم العمل ما سافرت بس عندي عمل لازم اسافر. مع السلامة. في العيد يبا. خلاص يبا انسافر وخذ راحتك. يبا هم تدري وين امي؟ فوق. خبرك عتيق امي عند خالي. كلكم زعلانين. طبعا انت بتسافر وامي عند خالي. طيب واللي يقول هونت.